بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح وبيا. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا مع المؤلف رحمه الله في حلقتنا السالفة عند قوله إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما. ومن النهي من حكمه أن المخالفة في الهدي الظاهر، المخالفة توجب مباينة ومفارقة تحقق ما أمر الله به من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الكلمات الطيبة يبين الشيخ رحمه الله ما يورثه التشبه من ارتباط بالمتشبه به، فإن كان المتشبه به من أهل الخير فإن هذا يورث انقيادا إلى فعل الخير ومحبة للخير، وكما قال الشاعر: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، فتشبههم بالصالحين فلاحوا. وكذلك العكس، التشبه بأهل الشر يقود إلى صفاتهم وأخلاقهم وعاداتهم السيئة، لأن التشبه في الهدي الظاهر يدل على الميول إليهم في الهدي الباطن وفي القلوب. فهذه كلمات طيبة تبين الحكمة أو العلة في النهي عن التشبه بالمغضوب عليهم والضالين، والحث على التشبه بالمنعم عليهم أهل الصراط المستقيم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، كلما كان كذلك كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. نعم، كل ما كان الدين متمكنا من قلب المؤمن وأعماله وأقواله فإنه بذلك يبتعد عن هدي المخالفين لهذا الدين من اليهود والنصارى وغيرهم. وإنما ينشأ التشبه بالكفار من ضعف الدين وضعف الإدراك. والشيخ رحمه الله يقول إنه يعني بالإسلام الإسلام الصحيح. نعم. القائم على الكتاب والسنة في القول والعمل والاعتقاد، فإن هذا هو الذي يدعو إلى التباعد عن أخلاق الكفار والمنافقين وأصحاب الجحيم وأهل الضلال، لأن صاحبه يكون على بصيرة، يعرف الحق والباطل فيأخذ الحق ويترك الباطل. وأما من يتسمى بالإسلام ولم يحقق هذه النسبة في عقيدته أو في أخلاقه وسلوكه فإنه يرى أن التشبه بهؤلاء من الكمال، ويرى أنه هو الأحسن،
لأنه يرى ما بأيديهم من زهرة الدنيا، فيظن أنهم إنما حصلوا على هذا بسبب مذهبهم وما هم عليه، وينسى أن الله جل وعلا يملي لهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأنه لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فهو يغتر بهذا لضعف إيمانه، وهذا إسلامه ضعيف، أو ليس عنده إلا اسم الإسلام وليس عنده حقيقة، فهذا يدل على أن التشبه بالكفار إنما مبعثه من ضعف الإيمان أو من فقد الإيمان والاكتفاء بمجرد التسمي. أما من كان مؤمنا حقا ومسلما حقا فإنه يكون بعيدا عن هؤلاء، لأنهم أهل ضلال وأهل كفر، والله جل وعلا أمرنا بالبعد عنهم وعن أخلاقهم والاعتزاز بديننا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال في ما يظهر من مفاسد المشابهة منها أن مشاركتهم بالهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. نعم، هذا من مفاسد التشبه، أن المتشبه بهم أنه تذوب شخصيته فيهم، وأيضا لا يبتعد عنهم وإنما يختلط بهم، فيزول التمايز بين المسلم والكافر. والله جل وعلا أمر المسلمين بأن يعتزوا بإسلامهم وبأمتهم ويكون لهم الظهور، قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله، أي أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعاب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم. نعم، يقول رحمه الله: هذا لو كان ما تشبه به الإنسان بالكفار هو من الأمور المباحة فإنه ينبغي تركه ابتعادا عنهم، وأما إذا كان التشبه بهم فيما هو من أمور دينه والتشبه بهم في شيء من بدعهم وضلالهم فهذا محرم لا شك فيه، وهذا هو الذي هذا هو أعظم أنواع التشبه المحرم. نعم، قال: فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. أي نعم، أصل هذا الذي نبه عليه الشيخ من الحكمة في تحريم التشبه بالكفار أصل يجب التنبه له، وأنه ليس مجرد نهي عن التشبه بهم، وإنما له سر وله معنى يجب معرفته حتى إن الإنسان يقتنع بذلك اقتناعا تاما ويصل إلى اليقين. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة. علمنا فيما سبق أن الله حرم التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم، قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، فهذه قاعدة عامة، النهي عن التشبه بوجه عام.
لكن الشيخ الآن رحمه الله يريد أن يذكر التفصيل في هذا بعد الإجمال، يذكر التفصيل في هذا الأمر، لأنه الحقيقة أمر جدير بالعناية والاهتمام، لأن كثيرا من المسلمين مع تطاول الزمن ذابت شخصيتهم مع الكفار وقلدوهم وتشبهوا بهم واعتبروا أن هذا من الرقي والتقدم والحضارة، وكأن الإسلام ما جاء برقي ولا جاء بتقدم ولا جاء بحضارة، وإنما تطلب من هؤلاء. نعم. قال: بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان الأمر إيجاب أو أمر استحباب، ثم أتبعنا بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. نعم، هذا وصف لما يأتي من كلامه رحمه الله ومن التفصيل في منع التشبه بالكفار، وأن منه ما هو محرم من التشبه بالكفار، ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. نعم. قال: وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة. أي نعم. النهي عن تشبه بقوم لأن قصد مخالفتهم مصلحة للمخالف، فيه مصلحة له، وموافقتهم فيه مضرة عليه. والأمر بموافقة قوم يعني موافقة المؤمنين والصالحين قصده مصلحة ومخالفته مضرة، فالتشبه بأهل الصلاح وأهل التقى وأهل الخير هذا مقصود وهو مصلحة، ومخالفته مضرة. الكفار على العكس، موافقتهم قصد موافقتهم مضرة وقصد مخالفتهم مصلحة. نعم. قال: بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. أي نعم، الذي هو التشبه، العمل الذي هو التشبه يتضمن مصلحة له إن كان تشبها في الخير بأهل الصراط المستقيم. أي نعم، ويتضمن مضرة إذا كان تشبها بأهل الشر. نعم. وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. نعم، فمجرد الفعل هو لا ينهى عن مجرد الفعل، وإنما ينهى لما يترتب على الفعل، أو يأمر لما يترتب على الفعل من خير أو من شر، لا لمجرد الفعل فقط، وإنما لما يترتب عليه من مصلحة أو مفسدة. نعم. أن في هذا الفعل يعني موافقة لأهل الصراط المستقيم أو العكس، أو موافقة لأصحاب الجحيم أو العكس، ما في شك. ولهذا نحن، قال رحمه الله، ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة. نعم، فنحن إذا تشبهنا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وصدر هذه الأمة فهذا فيه صلاح، وهو أمر مقصود. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. التشبه بأهل الخير والسلف الصالح هذا مصلحة، لأنه يجر إلى فعل الخير وإلى الصفات الحميدة، وعلى العكس التشبه بالمغضوب عليهم والضالين يجر إلى الشر والتخلق بأخلاقهم وفعل أفعالهم ومبتدعاتهم. نعم. قال: لما يورث ذلك، يعني في تشبهنا في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين، قال: لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك. نعم، هذا تقرير لما سبق من أنه ليس النظر إلى الفعل المتشبه
به، وإنما النظر إلى ما يترتب على ذلك الفعل من صلاح أو فساد، هذا هو المقصود. التشبه بالصالحين يكسبك أخلاقهم وسماتهم والانضباط بما كانوا عليه، والتشبه بمخالفيهم على العكس. نعم. قال رحمه الله: كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. إيه نعم، فإذا كان هذا العمل من خصائص، لاحظ هذا، نعم، وما هو بالنهي عن مجرد العمل لذاته، وإنما كما سبق لما يترتب عليه، فإذا كان هذا العمل أصله مباحا لكن صار أكثر من يتعامل به ويسير عليه هم الأعداء والمخالفون، فنحن نترك هذا العمل تغليبا لجانب المضرة، تغليبا لجانب المضرة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قال: وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة، لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه. إيه نعم، وقد يكون العمل أصل العمل أصله غير مناسب حتى ولو لم يفعلوه، فكيف إذا فعلوه؟ فيكون فيه محذوران: محذور الأول أنه غير مناسب ولا يصلح هذا العمل، والأمر الثاني أنه من صفاتهم وأفعالهم، ففيه تشبه بهم، ففيه مضرتان. نعم. يعني إما أن يكون التشبه في أمر مباح لكنه نهي عنه لأنهم فعلوه، لأنهم غلبوا عليه، غلبوا عليه وصار من سماتهم وعاداتهم، أو يكون النهي لأن الأمر في أصله مفسدة ثم أيضا غلبوا عليه. أي نعم، فيكون فيه مضرتان: الأول فيه مضرة واحدة بذاته، أي نعم، والثاني فيه مضرتان. قال رحمه الله: لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف. نعم. فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة. أي نعم، مخالفتهم دليل على المصلحة، لأن في مخالفتهم بعدا عنهم وعن صفاتهم، وموافقتهم دليل على المفسدة لما فيه من سريان عاداتهم وأخلاقهم إلى المسلم عن طريق المشابهة. نعم. واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة. نعم. أي الاستدلال بأحد النظرين على الآخر. نعم. وعلى الأول من باب قياس العلة. نعم، قياس ينقسم إلى قياس علة، وهو المعروف عند الأصوليين: إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، هذا يسمونه قياس العلة، وهو من أصول الفقه ومن الأدلة، من أصول الأدلة عند الجمهور. وقياس دلالة وهو قياس الأولى، قياس الأولى، وذلك كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أفٍ، لما نهى عن قول أف دل بدلالته من باب أولى على ضربه، على منع ضربهم، على منع الضرب، ضرب الوالد، إذا كنت لا تقول له أف فضربه من باب أولى، هذا يسمى قياس الدلالة وقياس الأولى. نعم. قال رحمه الله: وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقنا فيه أو خالفنا، ومن نفس مشاركتهم فيه. إيه نعم، قد يكون كما سبق أن الفعل الذي تشبهنا بهم فيه يكون لا خير فيه في حد ذاته، ويجمع لنا إذا تشبهنا بهم فيه يجمع لنا مضرتين: مضرة أن هذا الفعل لا خير فيه بذاته، ومضرة التشبه بالكفار. نعم. وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما. أي نعم. فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإن به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. نعم، إذا عرفت هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، وهو أن الفعل قد يكون في أصله مباحا لكن لما غلب تخلقهم به واستعمالهم له نهينا عن التشبه بهم فيه،
لئلا تسري إلينا عاداتهم وأخلاقهم الفاسدة، أو يكون هذا الفعل من أصله منهيا عنه وهو مفسدة في حد ذاته وهم يفعلونه، فنحن إذا تشبهنا بهم جمعنا بين المضرتين، مضرة فعل ما لا يجوز ومضرة التشبه. نعم. واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. إذا إيش؟ واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. الكتاب هو القرآن، وقد جاءت فيه أوامر وجاءت فيه نواهي جاءت فيه أحكام، لكن قد يكون هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الأحكام مجملة أو تكون مطلقة، فالسنة هي التي تبين القرآن، تبين مجملة وتقيد مطلقه وتوضح مشكلة. فالسنة مبينة ومفسرة للقرآن، لأن الله وكل البيان بيان هذا القرآن إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله جل وعلا، يعني هذه هي القاعدة. لكن ما نحن فيه الآن وهو مسألة التشبه، الله نهانا عن التشبه بالكفار، نهانا عن التشبه بأهل الكتاب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذا التشبه، التشبه بهم في هذه الأمور، إما في أمور العقيدة وإما في أمور العمل والشهوات. فهذه مجملات في القرآن، السنة جاءت في مفصلة لهذا التشبه الممنوع، فنهى مثلا عن حلق اللحى وإرسال الشوارب، هذا من التفصيل الذي جاء في القرآن النهي عن التشبه بهم عموما. السنة بينت هذا التشبه بهم في اللباس، في الإسبال، في التشبه بهم في العري التعري واللبس غير المحتشم وسفور النساء، هذه كلها من مفردات التشبه الذي جاء في القرآن مجملاً. نعم. وفي السنة مفصلة. قال رحمه الله: لذلك فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها. ما شاء الله، هذا شيء طيب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر أن القرآن تأتي فيه الأوامر والنواهي قد تأتي فيه مجملة، وتأتي السنة مفصلة لتلك الأوامر والنواهي، قال: أنا أذكر لك الآيات التي من هذا النوع والأحاديث المفسرة لها. نعم. قال رحمه الله: قال الله سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال نعم رحمه الله. نعم. هذا مثال من القرآن، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه آتى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات وفضلهم على العالمين، يعني عالم زمانهم. نعم. وإلا فهذه الأمة هي أفضل العالمين كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن هذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك فكان بنو إسرائيل هم خير العالمين لما كانوا متمسكين
بدينهم وبالتوراة التي نزلت على موسى، فهم خير العالمين لأنهم أهل الكتاب، وغيرهم أهل وثنية وأمية، فالله فضلهم على العالمين بالعلم الذي أعطاهم إياه، لكن لم يعملوا بهذا العلم، اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الذي حملهم على هذا الاختلاف هو البغي والحب الظهور والعصبية، هذا الذي حملهم على الاختلاف، ليس الذي حملهم على الاختلاف هو البحث عن الحق والاجتهاد في الأدلة الذي هو الاجتهاد الفقهي، فهذا أمر محمود، لكن الذي حملهم على هذا هو البغي والإعجاب، كل معجب بما هو عليه، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا الذي حملهم. نهانا الله عن ذلك فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة الإسلام، فاتبعها، اتبعها، شوف اتبعها، اتبع هذه الشريعة. ثم قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هذا نهي عن التشبه بهم، وقال أهواء لأن اختلافهم هذا اختلاف هوى وليس اختلاف بحث عن الحق، وإنما هو اختلاف هوى، فلا تتبع أهواءهم، فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لأنهم ليسوا على علم في هذا، تركوا العلم، تركوا الكتاب الذي أعطاهم الله واتبعوا أهواءهم. فأنت أيها النبي منهي عن التشبه بهم في هذا الأمر، ويجب عليك أن تمسك الكتاب الذي أنزل إليك ولا تتركه كما ترك أهل الكتاب كتابهم واتبعوا أهواءهم. نعم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نعم، إذا اتبعتهم فإنهم يوم القيامة لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يدفعوا عنك عذاب الله لو أنك سلكت سبيلهم. وهكذا أهل الضلال يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تبرأ بعضهم من بعض، لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يعني ولا يجوز للمسلمين أن يتولوهم، وإنما بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض والظالمون بعضهم أولياء بعض، ولا يجوز للمؤمنين أن يتولوهم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخنا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. في الختام هذه تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في لقائنا القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.